لتحضير تارتوليت بالشوكولا ومزينة بالقرقيع غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الأبيض، 125 غرام ديال الزبدة العادية يعني بحرارة المطبخ، 100 غرام ديال السكر الثقيل أو السكر كلاسي، أصفر بيضة، وعندنا قبصة ديال الملح. وبالنسبة للماء غنحتاجو 3 معالق كبار ديال الماء، يعني هذا هو العبر. في الاول غنغربلو الدقيق، غنغربلوه مزيان. هاد المقادير رائعه جدا بالنسبه للطارت والطارتوليت. هنا عندنا قبصه ديال الملح، غنغربلو كذلك السكر الثقيل او السكر كلاسي، يعني دائما غنعملو النواشف في الاول كنغربلو باش ما يجيناش هذوك الكويرات في العجين. اذا الان هنا بعد ما غادي نكمل يعني التغربيل، غادي ندوز باش غادي نضيف الزبده اللي غادي نعجنها باليد. ما غاديش نعجن، غير غنرملها يعني اولا غنبسبسها بيدي مع الدقيق حتى كتنسجم العناصر مزيان. الان كنكمل كما كتشوفوا، غنضيف الان هاد اصفر بيضه اللي غتجمع ليا في الاول العجين. ما كندلكش عجينه لي طارت او الصاب لي طارت، غير كنجمع العجين فقط. اذا باصفر بيضه غادي نجمع، نحاول نجمع العجين ديالي. هنا على حسب الدقيق كيكون واش كيشرب ولا لا. هنا غادي نعبر بالملعقه، ملعقه كبيره غنعبر في الاول 3 ديال المعالق كما قلت لكم على حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. لذلك الا ما شربش لكم الدقيق غتشوفوا ممكن تضيفوا ملعقه اخرى. اذا هنا غادي نجمع العجين مزيان بدون دلك، فقط غنجمع غير باليد. بعد ما جمعت العجين كنجمعها بهذه الطريقه هذه كتكون اذا الان بعد ما جمعناها كما كتشوفوا كتدخل الاصبع ديالكم الى خرج ناشف، بمعنى راه الصابلي واجده. اذا الان مزيانه هاد يعني عجينه الصابلي اللي حضرنا، غادي نحتفظوا بها دابا في الثلاجه، غادي نغطيوها بالسلوفان وغنحتفظوا بها 30 دقيقه قبل الاستعمال. وقت غادي نوجد ليمول ديالي اللي غادي نستعملهم يعني في التحضير. غادي نرشهم فقط غير شويه دقيق، هما اصلا ما غاديش يلصقوا لان العجينه الصابلي فيها الزبده، لذلك انا كنرش غير شويه دقيق بهذه الطريقه هذه، كنسوسهم وكنحتفظ بهم باش غنستعملهم للعجينه. نمسحوا طاوله العمل بالخل قبل اي استعمال. الان غادي نرش القليل من الدقيق اولا كنفلوري لا طابل ديال البريباراسيون. كنوضع هنايا عجينه ديال الصابلي، كناخذ غير القياس اللي غنحتاج، كنوضعها بهذا الشكل وكندير المدلك، كندلكها باش غادي يعني ناخذ الاشكال ديال القوالب. اذا الان كنطبع القالب بهذا الشكل، كنطبع يعني المول، كناخذ القياس كنوضعه بهذا الشكل وكنضغط بالاصابع على الجوانب وكنطلع داك الحواف ديال العجين يعني حتى الحواف ديال المول، كنوضعهم بهذه الطريقه، كنوضع فقط الاصبع في الجوانب وكنضغط. استمر في العمليه كما كتلاحظوا، كنضغط بهذا الشكل بالاصبع يعني الكبير باش ضغط لينا مزيان. هنا كان يعني بوسط الشوكه، تنثقبهم بوسط الشوكه وكنخليهم بهذا الشكل، كندخلوهم للثلاجه واحد 30 دقيقه. بعد ما خرجناهم من الثلاجه حنا كنوضعوهم في الفرن ساخن باش يطيبوا لينا. غنحتاجو النسترو ديال الحليب، نصف لتر الحليب، غنحتاجو الكريم باتيسيير 4 معالق كبار، دانون دانيت، والقرقع.
وضعنا الحليب نصف لتر ديال الحليب مع 4 معالق ديال كريم باتيسير، وغادي وضعناها فوق النار هادئه وحركنا مزيان حتى حصلنا على الكريم باتيسير. الان غنضيفوا الدانون دانيت او لا دانون اي دانون ديال الشوكولا او لا ياغورت شوكولا. غنخلط بهذه الطريقه. هنايا غادي نحاول نساجم العناصر مزيان يعني بالبلونجور ديالي، غادي نحاول نخلي العناصر مزيان تنساجم. هنا ما ضفتش السكر لان الكريم باتيسير فيه السكر، اذا كما كتشوفوا تنحرك مزيان باش ما يبقاوش عندي هذوك الحبيبات في الكريم باتيسير. الان بواسطه الجيب الحلواني كنخرج كميه من الكريم باتيسير شوكولا بهذا الشكل، وكناخد الحبة الجوز او القرقاع وكنضغط بهذه الطريقه. هذه كنجيب الكراميل وكنزين بالكراميل باش كيعطينا واحد النكهه ديال الكراميل. الطورتلي ديالنا واجدين بالصحه والراحه. جربوا هذه العجينه ديال الصابلي لان كنحضر بها دائما للطارت، كتجي لذيذه ورائعه جدا. كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا والى اللقاء.